القلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسلا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون، مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين الرقي والسلام، إننا قوم خلقنا قيمون، قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسلام، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، آن الأوان. السلام عليكم أحبابي الأعزاء، أولا ميل كاستو أدادونك جوكتان رمضان مبارك كسر ودا برنامج كنا تحنا بشان رمضان أنا أغمى قعدرني أسرار سرت كجرتو صونك بشان رمضان حلقة ما أنت وحلقة نكوبات رمضان كي نكو ويهي وحنا حلقة نكسو قادنين بإذن الله تبارك وتعالى تقوى الله الله كعبسيه لأن صرت أقوين بشهر رمضان كجرت وحوي إن الله سبحانه وتعالى يعني أنك عبسنه أسوى الله سبحانه وتعالى أنه أدي عيادة بشهر رمضان إلهي ونواجب الموت المعمي وجيدة إن تعيطق والله لك عبسي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحان إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وحان إني كواجب يلي رمضان كاس بشاس رمضان إنا تصونتان إنا تقوى الله تبادان إنا تقوى هشان والله سبحانه وتعالى وليه سيدك العلماء وحي إلهان ووصية الأولين والآخرين تقوى السيدة دواء ودردارا كي دادك أنك نجهري دادك الضمبابا الله سبحانه وتعالى وحوليه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله waxaad dadkii adinkii idin ka horreeyay adinkaba markasta idin dardaarana Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay in Allah subhanahu wa ta'ala ka absatan hakeeda nabiga kaleey salatu wasalam min hadith najih arbaad ibn sari radiyallahu anhu wa tulaha in usikum bi taqwallahi azza wa jal wax idin dardaarmaya in ilaahay ka absatan bal wa wasiyaba qof kasto oo wax jeedinayo iyo wax wanaagsan isku la dardaarmo tan ugu wanaagsan way bal culimadu waxay yiraahdeen taqwa waxa waa sababu kullu khayr khayr kasto man qofka duu baan sirtiisa markasta waxa uu taqwa allah hadu farji ilaahi mukafur doonaysid hada saada doonaysid hada guul doonaysid hada izz doonaysid hada nasr doonaysid hakeeda ya quraanka inta badan ku arkaysa fadaaisha taqwada iyo fawaayida ee leedahay اولا وحلنا فوائد لغه وحكمه تفريج الكرب الله سبحانه وتعالى وحو كاغه فيديا ام وكاغه قاديا كربوينكا سو الله سبحانه وتعالى القران كنو شيغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى وحو لي قفكي الله سبحانه وتعالى كعبسدو اله سبحانه وتعالى مخرج مكان مخرج الله سبحانه وتعالى وسمعها هذا تقول تناديد مركزته مخرجة وبحثته يو الله سبحانه وتعالى كو سمعني سيدو كلا تقول حاكم دائم الله سبحانه وتعالى دنوب تلك ضعفه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يصورة الطلاق الله سبحانه وتعالى كو شيء قفك تقول لي ماذا إلى سبحانه وتعالى دنوب تلك ضعفه إلى هو بدبادي الدنيا آخرة وينجي الله الذين تقوا بمفازتهم الله سبحانه وتعالى وليه هكذا ولا ليال إلى سبحانه وتعالى تقول حقوق سينا فرقان كتاب كان مجلس فرقان الله قفك تقول لي ماذا فرقان بو إله السيناء علماء دي رهدان وكوكا لقرطو بين الحق والباطل بو إله كو إله منيا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والله سبحانه وتعالى وليه بل قفك تقول لي ماذا مرتس إله يسر وغدية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر قفك تقول لي ماذا الله سبحانه وتعالى وليه مرتسا أفض بين الدنيا آخر علماء دي وحي رهدان تقوى فسر كالوحي نقول سسوء علي وكوف السر رضي الله عنه وارضاه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالمخصوم والاستعداد ليوم الرحيم قفك إن خوف أوهيلو الله الجليل كوكحف صده كلما تقوى تاسل إرادة إن قفك وحل روح إله سبحانه وتعالى سودجي وكعمل فلن وحل إرادة التقوى سيدو كلا تقوى حل إرادة وعلي ليه رضي الله عنه وارضاه القناعة بالمخصوم وحو الله سبحانه وتعالى كوقي بيي
uu Allah subhanahu wa ta'ala adduunyo ku siiyay ama caafimaad ama xoolo ama inda qofku inuu ku qanco wuxuu Allah u qiimeeyay ya taqwa liirada. Sidoo kale taqwa waxa liirada uu Alle leeyahay wal isticdaadu liyoom arrahiil, safarka uu socdo qofka wa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu tazawadu soo saay qaata. Waxa la saay qaadanayna waxa weeyaan fa inna khayra zadi taqwa, waxa la saay qaato waxa ugu wanaagsan waa Allah ka cabsi weyn. Marka wal isticdaadu liyoom arrahiil qofka qabrigi iyo qiyaamahi iyo bacsharki oo istaagi la u diyaar galoobo ya wax liiraayleen culimadu at-taqwa la ka cabsuwe. Bal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay taqwada inay tahay qofka la yimaado qofka dadka ugu karaan wanaagsan. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ila aktiisa bil aadanka soo ilaahay leey walaqad karamna bani aadam, bil aadanka dhaasoo Allah subhanahu wa ta'ala uu karaamay. Wa maca dalika qofka Allah aktiisa ugu karaama fiicnadan waxay noqonaysaa u aktiisa qiimo kale Allah subhanahu wa ta'ala qofka taqwada la yimaada. Hekada marka Allah subhanahu wa ta'ala xataa acmaasha aan qabanayno waxa gaaraya keliya waxa weeyaan camalkii qofkii taqwada la yimaado. Allah wuxuu leeyay lan yanaala llaha luxumaha walaa dimaauha walakin yanaalu taqwa minkum, markii xoolaha in badan qofka xoolo sadaqaad haduu bixiyo ciida udxiyada kale xoolo badan la qalo wax kasto Allah ma gaarayan ilaa waxa gaaray waxa weeye yanaalu taqwa minkum, Allah ka cabsi xaggiina ahaday. Marka xalaqadeenan daa'iman saan ma garanaysay barnaamijyadeena markasta taxanayaasha walaalaha ugu fududaadaan markasta waa soo koobeyna insha Allah. Xalaqadeenan sirta ku jirta ramadaanka waxa leena ugu horeysa waxa weeyaan taqwa Allah, Allah ka cabsi wey. Markasta aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsanno adduunyada aakhir waa ku liibaanina. Marka ramadaanka waxa laga helay waxa weeyaan taqwa Allah, Allah ka cabsi ayaan ka helayna. Muuqaalkan hadduu insha Allah ta'ala kugu cusub yahay la sii wadaag walaalaha insha Allah si ugu sa faa'iideystaan. Waa walaalkeen Sheikh Baal الله إن الله ملك استوجبتان دمتم في رعاية الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.